طيب بنروح لموضوع تاني، في 4 مليون طفل بيعانوا من السمنة المفرطة، وضعف هذا الرقم بيعاني من الأنيميا. دي أرقام اتكلم عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال هل إحنا عايزين عدد أبناء ولا أبناء أصحاء؟ دي نقطة مهمة جدا، عشان كده إحنا النهاردة هنعرف إزاي نحمي الأطفال من مخاطر السمنة والأنيميا، وإزاي نكون كمان حريصين على إن الأطفال يكونوا أصحاء، إزاي نتابع أحوالهم الصحية. كل ده هنعرفه من الدكتورة مها رداميس، استشاري التغذية العلاجية اللي معانا عبر الهاتف. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور. يا أهلا بحضرتك. عايزين نعرف في البداية كده إيه هي أسباب معاناة الأطفال من السمنة المفرطة والأنيميا؟ أولا طبعا أنا بشكر سيادة الرئيس لأنه فعلا بيوضح يعني إيه كير واهتمام من الطفل الكبير. بيعلمنا إزاي نهتم وإزاي نحب، ويعني إيه كير ويعني إيه حب فعلا، لأن الطفل هو الأساس. سوء التغذية وسمنة الأطفال فعلا ازدادت في السنين الأخيرة، وكانت النتيجة مش بس إن الطفل السنين المليان يعني إن هو مش ما بيبقاش قادر يتحرك ويجري ويبقى مع أصحابه، لا كمان بتأثر على نفسيته طبعا. بيبقى عنده لو سيلف ستيم، يعني ما بيبقاش عنده ثقة بنفسه، بيبقى انطوائي، بتأثر على استيعابه، وده بيخليه يقبل أكتر على الوجبات السريعة والجنك فود. يعني من غيظه الأم تقول له مثلا ما تاكلش ده، ياكل زيادة. فكل الأكل اللي هو بيبقى الجنك، الوجبات السريعة، الحاجات المحفوظة اللي بيشتريها، مش كل دي هي دي اللي بتؤدي كمان سمنة وأنيميا. ليه؟ لأن ما فيهاش أي غذاء، فيها ألوان صناعية، فيها مواد حافظة، فيها ما في، إنما القيمة الغذائية ما فيش. طيب دكتور مها، يعني في ناس برضو دايما بتربط الانيميا بانه يكون الطفل هزيل او رفيع، تمام، فهل لازم بالفعل يكون كده ولا لا ممكن يكون طفل عنده سمنه وانيميا في نفس الوقت؟ ده اكيد اغلب مرضى السمنه سواء كان اطفال او كبار بيعانوا من الانيميا، لان هم بياكلوا الاكل اللي بيحبوه اللي طعمه حلو اللي كله دهن المقلي، المقليات والحلويات اللي ما فيهاش اي قيمه غذائيه. لو حضرتك بصيتي على اي ساندوتش او الحاجات اللي الاطفال بياكلوها او الطفل المليان اكتر بياكلها، هتلاقي ان هي ما هي الا عيش، كميه من العيش، كميه من الصوصات، من الدريسنج، بالاضافات، انما القيمه الغذائيه للاكل دي اقل حاجه. مفيش خضار، مفيش سلطه، مفيش، اقصى حاجه تلاقي ترانش الطماطم وهتتشال. فعشان كده طبعا بيعانوا من انيميا والسمنه المفرطه. طيب اعرف ازاي يا فندم ان انا ابني عنده انيميا؟ اولا مظاهر الانيميا بتبان من اول الاستيعاب، من اول الطاقه بتاعت الولد، هو مش قادر يلعب، مش قادر يبقى مع اصدقائه، استيعابه، تركيزه، طبعا السمنه والبدانه. تبتدي بعد كده نفس الام بتشتكي ان الولد تعبان، نعسان، خملان. عشان كده بقى مهم جدا ان هي مجرد ما تيجي تنظم له الاكل، اول حاجه بنعملها هي ان احنا بنكشف عليه وبنعمل له تحليل ونطمن اذا كان في انيميا ولا ما فيش. من نوع الاكل هو اللي بيؤدي لكده، وفي بعض الحالات ما بنكتفيش بالاكل، بنضطر ندي ادويه وحاجات مكملات بجانب نظام الاكل. طيب دكتور مها، يعني احنا للاسف عندنا الثقافه الغذائيه مش موجوده قوي، ودايما بنقول مثلا لو ام عندها اولاد يخليهم دلوقتي ياكلوا مثلا اي حاجه، مش مشكله، مش بنركز قوي في القيمه الغذائيه زي ما حضرتك اتكلمتي. انا عايز اسالك، هل القيمه او التغذيه السليمه بتبدا من سن كام للاطفال، وهل بتبدا اصلا من مثلا سن معين الاطفال، ولا لازم تبدا كمان من وقت حمل الام؟ يعني احنا عارفين دلوقتي ان في مبادره لمتابعه الحمل، وبالفعل في كمان مبادره الالف يوم لمتابعه المتابعه الغذائيه ومتابعه الحوامل. فعايز اسال حضرتك، التغذيه السليمه المفروض تكون من والام حامل ولا في اي سن للطفل؟ اولا تخيلي حضرتك كل المبادرات دي بتهتم بصحه المواطن، وعايزه تخلينا يعني في احسن صحه واحسن حال. أكيد. ومع ذلك برضو في ناس بتهمل او بتكسل تهتم بالقصه دي. لو ناخد بالنا هنلاقي ان الطفل من دي 1 اول ما بيرضع من الام هو بياخد حاجه حلوه، لان اللبن فيه سكر. فبيبتدي يتخلى عنده خلايا التذوق اللي هي بتميل للحاجات الحلوه. يجي بعد كده تيجي الام تكافئه بالحاجات الحلوه،
يذاكر حاجة حلوة، لو سمعت الكلام حاجة حلوة، يبتدي يخلق عنده خلايا تذوق للحاجات الحلوة ويميل للحاجات الحلوة، ومن هنا تبدأ السمنة. فنوعية الأكل، تكرار الحاجات الحلوة، هو ده اللي بيعمل، بيخلي الطفل عايز ياكل حاجات حلوة، وبالتالي يبقى فيه سمنة ويعاني بعد كده. فتنظيم الأكل، نوع الأكل من دي وان بيبقى مهم جدا. عظيم أول حضرتك. ما الطفل بيبتدي يروح المدرسة، واللانش بوكس اللي بياخدها معاه دي بتبقى كلها مقليات أو أكياس كلها حاجات برضو مقلية، بياخدوا بانيه تخيل. دلوقتي يا دكتور؟ تخيل البانيه ده كله سعرات حرارية، كله دهون، والدهن هو اللي بيدي طعم حلو للأكل، وبالتالي يبتدي يتخزن في الخلايا الدهنية، يبتدي الطفل يميل ليه، يزيد في الوزن، حركته تقل. وخاصة طيب دلوقتي بيعتبروا المدارس ان البلاي جراوند او حصص الالعاب الرياضيه بتقل وقتها، وانها مش مهمه، المهم المذاكره، وخصوصا الاونلاين، فابتدت السمنه تزيد وكسل الاطفال يزيد، وطبعا ده بيلعب دور جامد في جدا حالات في الانيميا يا دكتور. الصحه. حضرتك اتكلمتي عن انه في بعض الاوقات ما بنكتفيش بالغذاء الصحي فقط، لا بنحتاج الى مكملات تمام غذائيه او ادويه، تمام هل ده ممكن اي تمام حد يديه لابنه ولا لازم تحت استشاره طبيب؟ بالذات بالذات الحديد لازم بعد التحليل والكشف والدكتور هو اللي يكتبه، لان الزياده فيه مضره. فالطبيعي ان انا ابني اغلى حاجه عندي، يعني رئيس الدوله بيهتم بالطفل وطفل اطفالنا، احنا كمان ما نهتمش بيها؟ صحيح. مش معقول يعني. فلازم الام او الاهل يبقوا حريصين ان هم امانة طفل بدين او عنده زياده في الوزن او استيعابه قليل او عنده فرط نشاط حركي، ان انا اكشف عليه عشان عظيم يا فندم. اتابعه، لان الوجبات السريعه والحاجات السكريات بتزود فرط النشاط الحركي، صحيح. وبالتالي الاستيعاب يقل والتركيز يقل. كل الشكر لحضرتك الدكتورة مها رادميس، استشاري التغذية العلاجية. شكرا جزيلا يا فندم.